الله الرحيم. الريتينينج وولز بستخدمها امتى؟ بيبقى عندي تربة بالشكل ده كده، هي موجودة هنا، عايزة تنهار فبسندها بمنشأ ساند. الابليكيشن بتاعتها او التطبيقات اللي انا شغالين عليها، واحد يعني عايز يبني بيت على حاجة عالية، فعشان البيت ده يتبني محتاج ان هو يحط حيطة صامدة بالشكل ده عشان الأحمال الناتجة ما تأديش للانهيار، وبالتالي الطريق بتاعه يتدمر خالص ما يبقاش موجود. أو لو واحد عايز يعمل بيزمنت باتروم أو 2 باتروم زي ما الحكومة عايزة تعمل عشان الكرشات، فبالتالي هيضطر يستخدم ريتينينج وول للحيطان اللي هنا، عشان لو استخدم طوب هيحصل فيها عملية انهيار. كمان في حالة الأنفاق بيبقى عندي هنا حيطة سندة، وهنا حيطة سندة تصمم علشان أبدأ أمشي العربية جوه النفق. أنواع ريتينينج وول اللي موجود عندي تايبس، في نوع الأولاني اسمه جرافيتي وولز، بستخدمه لما الارتفاع يكون أقل من 3 متر. طب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ هي بتعتمد في اتزانها على وزنها، الأبعاد دي أبعاد استرشادية، البعد من فوق بينت 3، وده الارتفاع اللي هو الاتش بتاع الحيطة، وبيبقى عندي الجزء اللي تحت من 0.6 ل 0.75 الاتش، وجزء من الناحية ل 0.1 الاتش، وجزء من هنا 0.1 الاتش. طيب النوع التاني الكانتيليفر، ده الاتش تبقى أقل من أو يساوي 5 متر، الاتش اللي هو المقصود بيه الاتش الجزء ده، ده الجزء اللي اقل من او 5 متر، اقل من او يساوي 5 متر اقدر استخدم كانتيليفر. ده بيعتمد في اتزانه على التسليح، بيبقى قطعه صغير، الابعاد الاسترشادية بتاعته فوق 0.2، والارتفاع كله الاتش، باخد ده 0.1 من الاتش، وده بي على 3، بي اللي هو العرض اللي انا اصلا باخده من 0.5 ل 0.7 الاتش. وهتلاحظ حاجة مهمة جدا وسؤال مهم، ان البعد ده اصغر من البعد ده. طب ليه بنعمل كده؟ كل ما البعد ده يزيد كل ما التراب هنا عمال يعمل استابيليتي للحيطة، فانا يهمني ان الحيطة تبقى امنة ما يحصلهاش اي انهيارات. طيب ايه كمان؟ في حاجة اسمها الكاونتر فورت. الكاونتر فورت عبارة عن خرسانة، هي نفس الشكل العادي بزود لها شكل مثلث كده في منطقة الشد، ده اسمه الكاونتر فورت، بكرره كل من 3 ل 5 متر بعمل شكل المثلث ده في الحيطة، اسمها الكاونتر فورت، ده في حالة الشد. في جزء تاني ممكن استخدمه بيسموها باتروس، دي بحط جزء في حالة الضغط، يعني لو انا حطيت المثلث ده في حالة الضغط اسمه باتروس. طيب خد بالك من المسميات او الاجزاء بتاعة الريتينينج وول مهمة جدا، يبقى الأجزاء اللي احنا شغالين عليها ايه هي بقى الأجزاء؟ الجزء ده اسمه الباكفيل، هي الحتة دي، ده اسمه الستيم أور الول سلاب، وده اسمه التو، وهنا اسمه الهيل، وتحت اسمه الكي المفتاح. المفتاح ده الكي ده بستخدمه لما أكون عايز أزود الاستابيليتي، يعني السلايدنج ده مثلا مش مسيف، يعني الحيط هتتحرك فبحط الكي، مش لازم تحط الكي دايما، فبستخدمه لما يكون الموضوع فيه هنصيف، والكي مش لازم يبقى مكانه هنا بيتحرك، وافضل مكان للكي ان انت تستخدمه في الحته دي عشان تساوت الباسيف اللي هو الارتفاع الباسيف. طيب ايه كمان؟ خد بالك ان انا يعني هي حته بس مش يعني مش مهمه في التفاصيل بتاع تصميم الريتينينج وول قوي في الجزئية اللي احنا بندرسها، بس قدام مهمة، لأن أنا باخد الكفر 75 مللي ل 7 سنتي ونص. طب الحديد الرئيسي بحطه فين؟ دي حاجة مهمة جدا للعلم، يعني الفكرة كلها إن أنا لما تيجي تنهار اللعبة دي أو الريتينينج وول تنهار ازاي؟ كده 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 كده، فتخيل ايه اللي بيحصل، يعني التربة بتزق هنا كده تمام كده، فالجزء ده بيحصل عليه تنشن عشان هي بتتحرك كأنك ماسكها وعايز تقسمها زي الفرخة كده، يعني رجل الفرخة بيورك، فتضغط فتلاقي هنا في التنشن،
وفي هنا تنشن، فهحط الحديد في اماكن التنشن، وهنا برضو التربه عماله تضغط عليك من تحت، ففي تنشن في الجزئيه دي. يعني اجزاء الحديد فين؟ اهي واهي، فوق وتحت. طيب اشكال الانهيار اللي عندي، قال لك في اشكال كتيره للانهيار من ضمنها الاشكال دي، وهندرسهم بالتفصيل او بالترتيب. اول شكل للانهيار شكل السلايدنج، ان الحيطه نفسها تتحرك. تاني حاجه اوفر تيرنينج، ان الحيطه تتقلب. تالت حاجه بري انكاباست فيلير، ان التربه تحت مش قادره تشيل فهتنهار. في الشالو، ان التربه اللي موجوده تحت الحيطه نفسها هتنهار. الجزء الاخير الديب، ان انت عندك تربه ضعيفه تحت خالص وبالتالي بيحصل لها انهيار. فدي الاشكال. طب في اشكال كمان، في كمان شكل موجود ان الجزء ده كده يحصل له سيتلمنت، ينزل لتحت. طب في شكل كمان ممكن يحصل، ان الاستراكشر فيلير، ان الخرسانه نفسها عشان الحديد قليل تتكسر. تمام. طيب وانا بصمم وانا بشيك بعمل ايه؟ قال لك عشان تعمل استابيليتي او التشيك فور ريتينينج جول او لول ستابيليتي، بشيك على السلايدنج، بشيك على الاوفر تيرنينج، وبشيك على البيرنج كاباسيتي او الستريس. طيب لو خدنا اول واحد اللي هو السلايدنج، ده القانون بتاعه. طيب واحده واحده كده، انا عندي الجزء بتاع الحيطه لو انا حبيت اقسمه، طبعا احنا اتفقنا وانا بحسب الارث بريجر شابتر رقم 2 ان انا باجي على اخر نقطه في الحيطه اللي هي دي كده، واعمل خط راس وابدا احسب او ارسم شكل الضغط. شكل الضغط هنا هيبقى مثلث على اساس ان مفيش هنا كيو وان السي بتساوي صفر. فشكل الضغط كده لما احب اركزه هركزه في الاي اي. طيب دلوقتي بعد كده هتقسم بقى، انا عندي وزن 2 ووزن 3 ووزن 1 ووزن 4، دي الاوزان اللي موجوده عندي. يبقى الاوزان دي هتعمل استابيليتي. طب هو السلايدنج اصلا او اي فاكتور اوف سيفتي بيعتمد على ايه؟ قال لك بيعتمد على مقاوم على مسبب. هو مين اللي هيسبب الحركه؟ الاي اي اللاترال ارث بريجر الاكتف. طب مين اللي هيقاوم الحركه؟ قال لك اللي هيقاوم هو الاحتكاك على الجزء اللي انا بحطه ده، الاحتكاك عند الحته دي، الجزء ده كده. طب الاحتكاك ده شامل ايه؟ شامل جزء فريكشن جاي من الفاي وجزء فريكشن جاي من السي. فانت لو عندك سي هضرب السي اي في البي، ولو عندك فاي هيبقى تاني الفاي، يبقى سمشن الدبليو تاني الدلتا زائد السي اي في البي. طيب هي الدلتا بتساوي ايه؟ بتساوي تلتين الفاي. طب السي اي دي بتساوي ايه؟ قالك بتساوي تلتين السي. يبقى السي هتضرب في تلتين البي اللي هو العرض بتاع القاعدة. البي هو العرض ده كله، ده اسمه البي، ده الجزء اللي تحت. الدبليو هات اللي هي سمشن دبليو، دبليو واحد ودبليو اتنين ودبليو تلاتة ودبليو أربعة، بقسم الاتنين المفروض يبقى أكبر من واحد ونص. طيب التشيك اللي بعد كده الأوفر تيرنينج. الأوفر تيرنينج إيه قصته؟ الأوفر تيرنينج أنا عندي اللي بيقاوم هو الأوزان، فبجيب العزم اللي جاي من الأوزان، ده المقاوم اللي هو فوق، مقاوم على مسبب اللي هو العزم الناتج من الإي إيه اللي هو اللاترال ارث بريشر الاكتف، وباخد العزم ده فين؟ هو لازم يبقى فيه نقطة اسمها نقطة التو، أبعد نقطة الناحية التانية من الأكتف. أنا عندي هنا العالي فباخدها في الواطي، الجزء الواطي أبعد نقطة. طيب خد بالك كمان من نقطة، لما يكون عندي الفورس نفسها أفقية ذراع العزم بتاعي بيبقى رأسي، لما يكون عندي الفورس رأسية ذراع العزم بتاعي بيبقى أفقي. فبجيب المومنت دي وبقسمهم والمفروض يبقوا أكبر من اتنين. اخر حاجه اللي تشيك بتاع البيرنج كاباسيتي، بشيك على البيرنج كاباسيتي او الستريس ازاي؟ قال لك في قانونين، كيو ماكسيمم وكيو مينيمم، المفروض باي حال من الاحوال يبقوا اقل من الكيو التيميت اللي هي البيرنج كاباسيتي بتاعه التربه بتاعتي. تمام. ده الشكل القاعده بتاعتي. في حاجه موجوده هنقول عليها دلوقتي، فما نبص هتلاقي دي سمشن الدبليو في البسط. سمشن الدبليو هي دبليو واحد دبليو اتنين دبليو تلاته دبليو اربعه، بجمعهم. البي اللي هو العرض بتاع القاعده، البي هنا هي عرض القاعده، يتبقى لنا حاجه اسمها دي الاكسنتريستي. ما هو عشان ما فيش سيمتريه ففي اكسنتريستي بتتولد. احسب الاكسنتريستي ازاي؟ قال لك في خطوات. اول خطوه بحسب الامنت،
الام نت هتساوي الام ريزيستنج اللي احنا كنا حاسبينه من شويه ناقص الام اوفر تيرنينج، اللي هما الجزئين اللي بطرحهم من بعض، اللي هي جزئين المومنت اللي انا كنت لسه قاسمهم على بعض من شويه. بعد كده بروح اجيب حاجه اسمها الاكس، وبعد كده لما بجيب الاكس اللي هي قيمه الام نت على سمشن الدبليو دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3 دبليو 4، وبعد كده بجيب الاي اللي هي بتساوي بي على الاثنين ناقص الاكس. جبت الاي اجري بيها عوض مره فوق ومره تحت، والفاكتور اوف سيفتي هيساوي كيو التيميت على كيو ماكسيمم. المفروض ده يبقى ايه قصته؟ المفروض ان هو يبقى القيمه دي اكبر من او تساوي 3. معامل الجهل بتاعنا السويل دايما ما فيهاش هزار، فناخد فاكتور اوف سيفتي كبير جدا. في ناس ساعات بتاخد فاكتور اوف سيفتي 6 طبعا، مش في البيرنج كاباسيتي، في حاجات تانية في السويل، لان هو يعتبر معامل من يعني بيسموه معامل الجهل. اخر حاجه الحالات الخاصه اللي موجوده عندي، قال لك لو انت عندك حاله جاست نو تنشن الاي بتاخدها بي على 6، ولو عندك يونيفورم ستريس الاي بتاخدها اوتوماتيك بتساوي 0. وبكده يبقى فاضل جزء بس المسائل اللي هو هنشرحه في الفيديو القادم باذن الله. Thank you.